أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. تدريجيا تبدأ المملكة تتأثر بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية. تأثيرات هذا المنخفض الجوي ستبدأ اعتبارا من ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر من يوم الجمعة انطلاقا من المنطقة الشمالية ثم تدريجيا نحو المنطقة الوسطى ثم لاحقا لأجزاء من المنطقة الجنوبية. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة: يسود الطقس غالبا صافي 7 درجات مئوية، الملموسة 6، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد: نبدأ المنطقة الشمالية، فرصة لزخات من الأمطار في عموم المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة، إربد 12 إلى 6، عجلون 10 إلى 5، جرش 13 إلى 6، والمفرق 14 إلى 5 درجات مئوية. نذهب الآن للمنطقة الوسطى، أيضا تتأثر بالأجواء الماطرة والباردة، الزرقاء 14 إلى 7، البلقاء 11 إلى 5، نفس الحرارة في العاصمة عمان، مأدبة 13 إلى 6، البحر الميت 20 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك زخات من الأمطار 13 إلى 5، نفس الأجواء في الطفيلة، الشوبك 10 إلى درجتين، معان 14 إلى 5، العقبة 24 إلى 14 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق 19 إلى 8، أجواء غائمة جزئيا، الصفاوي 17 إلى 6، ورويشت 19 إلى 6 درجات مئوية مع أجواء غائمة جزئيا. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.